السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم مي محمود في تيم اور كورس. هنشرح مع بعض ايه النهاردة؟ هنشرح توتوريال 1 في الباثولوجي بعنوان السوليتري ثايرويد نديول. يعني ايه سوليتري ثايرويد نديول؟ هنعرفها دلوقتي، اللي هي بيبقى عبارة عن سوليتري ماس او سوليتري سويلينج، انتفاخ وحيد، سوليتري يعني واحد بس، بيكون مطالع في النورمال ثايرويد او امبالبل ثايرويد. يعني ايه امبالبل ثايرويد؟ يعني ثايرويد جلاند اللي احنا بتبقى هي هل طبيعي لو احنا بنعمل لها بالبيتيشن بلاقيها؟ لا، ده بيكون امبالببل او بنسميها نورمال ثايرويد جلاند، فانا بلاقي فيها الماس دي ظاهره، فده بعرف ان احنا عندنا حاجه اسمها سوليتري ثايرويد نوديول، يعني نوديول طالعه في الثايرويد جلاند بتكون سوليتري، يعني هي نوديوله واحده، سوليتري يعني وحيده، تمام كده؟ طيب انا هعرف فيها ايه دلوقتي؟ هعرف بتبقى ايه هي الريسك فاكتورز بتاعتها، هعرف الهيستولوجي، هعرف اعمل لهم تحاليل ايه، هعمل سكان ايه، عايزه اعرف النوديول دي اصلها ايه؟ هل هي مثلا نيو بلاستيك ولا نون نيو بلاستيك؟ الحاجات دي انا هعرفها كلها عشان ندرس بس التوتوريال ده. طيب احنا دلوقتي عرفنا زي سوليتري ثايرويد نديول دي عباره عن ديسكريت سويلنج او بنسميها سوليتري سويلنج، يعني انتفاخ وحيد او ديسكريت، بيكون طالع فين؟ في الامبابل جلاند، امبابل جلاند او بنسميها نورمال جلاند، اللي هي بيبقى عباره عن ايه؟ ثايرويد جلاند. احنا عارفين ان هي ما بتكون بنقدرش نعملها بالبيتيشن اصلا في النورمال. طيب هي بتكون نسبتها بتكون عندنا في الادلت، بتيجي في الادلت نسبتها من 3 ل 4%، بتيجي في ميل اكتر من الميل، يعني بالنسبه للفيميل ريشو للميل بنلاقيها 4 ريشو لواحد، يعني الفيميل بيك 4 مرات من الميل. ايه هي الامبورتنس، ايه هي ايه اهميه ليه بناخد او ندرس السوليتري ثايرويد نوديول؟ عشان هي اكتر حاجه بتقلب لمالجنسي، هي اكتر حاجه عندها ريسك اللي هي تتحول لمالجنسي مقارنه باي ثايرويد سويلنج تاني. يعني بيقول لي حوالي من 10 ل 15% من اللي عندهم ستيرويد سوري سولاتري ثايرويد نديول يقدروا يتحولوا مالجنت، فانا لازم ابقى عارفه اصلها ايه، هل هي نيوبلاستيك ولا نون نيوبلاستيك، واعالجها بسرعه عشان ما تقلبش معايا مالجنت، اللي هي مين؟ سولاتري ثايرويد نديول. طيب انا دلوقتي عايزين نتكلم على سولاتري ثايرويد نديول ورك اب. ورك اب يعني انا عايز اعمل لها دايجنوز، اشخصها ازاي؟ اول حاجه هنقول اللي انا اول يعني هو عرفناها ازاي، اللي فيه ماس، لقيت اسمبتوماتيك ماس، يعني ماس ملهاش العيان ده مش جاي يشتكي من اعراض. طب عرفناها ازاي؟ واحد فيزيكيان يعني دكتور بيعمل روتين نيك بالبيتيشن، يعني هو بيعمل الروتين نيك بالبيتيشن على العيان لقاها، او مثلا مريض كان بيعمل سيلف اكزامينشن يعني بيفحص نفسه وهو قاعد كده اكتشف اللي هو عنده نديول، لكن النديوله دي ما بتوجعوش، يعني هو اسمبتوماتيك يعني بدون اعراض. طيب هو نيورو دايجنوست ثايرويد نديول، اللي هي بيبقى عباره عن النديول بتاع الثايرويد اللي انا لسه شخصاها جديد، بقدر ايفالويتد اشخصها عن طريق لازم اشخصها بدري عشان خاطر احدد قبل ما توصل معانا المالجنسي، عشان اقدر اتحكم اللي هي ما توصلش معانا المالجنسي، يبقى لازم اشوف النديول واعالجها ايه مبكرا، كل ما اعالجها بدري كل ما مش هتقلب معانا مالجنسي والموضوع هيبقى احسن. طيب انا هاخد هيستوري من العيان، الهيستوري ده هيخليني افكر في شويه حاجات. اول حاجه الايدج، عمر العيان. احنا هنعرف ان المالجنسي عشان حاجه تتحول تبقى مالجنسي ويكون تيومر، هنعرف اللي هي تكون اقل من سن 20 او اكتر من سن 70 سنه. طيب ده اول حاجه سالته عن عمره، هشوف اقل من 20 ولا اكتر من 70، لو هما كده يبقى هو عنده مالجنسي. طيب تاني حاجه نفترض، يعني هي بتبقى شويه افتراضات وبعد كده لما بنعمل التحاليل والسكان بنعرف ان نتاكد على انهي واحده بالظبط. تاني حاجه اساله مثلا انت في ميل ولا في ميل، لو علاقتها في ميل فهعرف اللي هي عندها ممكن تكون بابيلاري كارسنوما، عشان انتوا لو فاكرين بابيلاري كارسنوما لما شرحنا اللي هي اكتر مور كومن ان ذا فيميل. تمام. تالت حاجه اساله لو فاميلي هيستوري، ايه هي الفاميلي هيستوري بتاعتك؟ هل حد عنده كان قبل كده عنده بارا ثايرويد كارسنوما؟ هل حد يعني ايه بارا ثايرويد كارسنوما؟ بابيلاري سوري بابيلاري ثايرويد كارسنوما اللي هي كانت احنا عارفين اللي هي بتعمل ايه على شكل البابيلي، او ميدالاري ثايرويد كارسنوما اللي هي كانت بتطلع فين؟ بتطلع في المضله اللي هي بارز ايه؟ بارا فوليكولار سيلز اللي هي سي سيلز. طب حد عندك مالتيبل اندوكراين نيوبلاست، اللي هو اي اندوكراين عندنا بيكون عنده، هل عنده حد فيهم عنده اندوكراين نيوبلازم اللي هو تايب 2؟ فساعتها هفكر ده ممكن يكون مالجنسي، النديول دي عباره عن ممكن تكون ايه مالجنس. رابع حاجه اساله عنها، هل انت تعرضت للراديشن اخر فتره؟ عشان لو انتوا افتكرتوا في المحاضره الثانيه باثولوجي احنا كنا بنقول البابيلاري ثايرويد كارسنوما كانت بتحصل بسبب النيك اكس راي، وكنا اكدنا قوي على النقطه دي، فهو النيك اكس راي هي المسؤوله عن البابيلاري ايه؟ بابيلاري ثايرويد كارسنوما، فهعرف هل انت تعرضت للراديشن قريب ولا لا؟ طيب الرابيد ريت اوف جروث، هل هو النمو بينمو بسرعه؟ يعني انت حسيت بيها قريب ويعني حاجه بسيطه تجاهلتها وبعد كده باسبوع لقيتها كبرت مره واحده، يبقى هي كده ممكن تكون مالجنت. هعرف اللي هو عنده بين مثلا الم هورس of voice يعني صوته كده مخشن شويه، هل عنده compression symptoms يعني بسبب النديول دي كبرت فبدات تضغط على الحاجات التانيه عنده اعراض منها، او عنده swellings. تمام.
خلاص انا خدت هيستوري من العيان، هبتدي اعمل اكزامينيشن فحوصات. اول فحص لازم اعمله اشوف النديول ذات نفسها، افحص النديول ذات نفسها واشوف الليمف نود اللي حواليها، تمام. يبقى اول حاجه هتكلم عن النديول. النديول لما اجي افحصها هلاقيها ايه؟ هلاقيها فيرم او سيستك. يعني ايه؟ الاقيها فيرم وناشفه كده النديول دي، او الاقيها سيستك. السيست احنا عارفين اللي هي بيبقى عباره عن ممبرين وجواها فلويد، يبقى لا اما الاقيها لما عملت لها بالبيتيشن ممكن الاقيها لا اما فيرم يا اما سيستك. يبقى انا اول حاجه ببص عليها النوديول، تاني حاجه ببص عليها الانلارجد سيرفايكال لينف نود، بشوف هل الليمف نود بتاعتنا اللي هي السيرفايكال لينف نود، مش اي لينف نود، السيرفايكال لينف نود، هل هي كبيره؟ فهعرف ان هو مين اللي كان بيحصل ليمفاتيك ميتاستاسيز. اللي كانت بتحصل ليمفاتيك انفيجن او ميتاستاسيز ده كانت البابيلاري ثايرويد كارسنوما، فهعرف ان هو ممكن يكون عنده بابيلاري ثايرويد كارسنوما عشان هي كانت بتعمل ليمفاتيك انفيجن. يبقى لازم اشوف النوديول واشوف لو عنده انلارجد في السيرفايكال لينف نود. طيب عملت اكزامينيشن فحصت بايدي، هبتدي اعمل سكان اللي هو بنسميها لا قبل ما اعمل السكان هبتدي اعمل لاب ايفالويشن. لاب ايفالويشن اللي انا اقول له لا اعمل لي شويه تحاليل عايزين نطمن. اول حاجه هقول له اعمل لي تحليل تي اس اتش والتي 3 والتي 4 عشان احنا عارفين دلوقتي لو الثايرويد جلاند فيها تيومر ممكن يعمل لي هايبر ثايرويدز يزود لي الثايرويد هرمون اذا كان تي 3 ولا تي 4 او يزود لي تي اس اتش. يبقى ده اول حاجه. تاني حاجه هشوف سيرم كالسيتونين، يعني نسبه السيرم الكالسيتونين اللي موجود في السيروم قد ايه، عشان احنا عارفين في ناس كان عندها ميدالري كارسنوما. ميدالري كارسنوما كان عباره الكانسر كان بيطلع فين؟ في البارا فيريكولار سيل او السي سيلز اللي كانت بتفرز كالسيتونين. فانا دلوقتي لو لقيت نسبه الكالسيتونين عالي فده يوجهني ده ممكن يكون ميدالري كارسنوما. طيب تالت حاجه اقول له لو سمحت اعمل لي ثايرويد اوتو انتيبادي. ليه هتعمل لي ثايرويد اوتو انتيبادي؟ عشان احنا عارفين في الهاشيموتو ثايرويدايتس، لو انتوا فاكرين قلت لكم هاشيموتو هي عباره عن اوتو اميون، هاشيموتو هو اوتو اميون بيعمل لي ديستراكشن للثايرويد جلاند، فلازم هشوف لو في ثايرويد انتي بودي، يعني انتي بودي ضد الثايرويد، تمام، فهعرف ان ده ممكن يكون عنده هاشيموتو ثايرويدايتس او توكسيك نديول، بس مش عارفين تفسير التوكسيك نديول يعني الدكتوره ما وضحتهاش، نعرفها كاسم بس. طيب بعد كده هنتكلم على الثايرويد سكان. الثايرويد سكان انا خلاص عملت ايه؟ عملت تحاليل، فانا عايز اعمل ايه؟ اعمل اشعه. فهعمل الثايرويد سكان فهديله ايه؟ هديله راديو اكتيف ايودين، هديله راديو اكتيف ايودين، ايودين مشع. فاحنا عارفين عشان اكون الثايرويد هرمون لازم بستخدم ايودين. طيب انا دلوقتي لو لقيت انا بحدد هنا النوديول اكتيفيتي، هل النوديول دي شغاله ولا مش شغاله؟ طيب انا لو لقيتها هوت، يعني مثلا زي الصوره دي شايفين الحته دي بالظبط هي هوت اغمق منها، يعني هي واخده ايودين اكتر، فبالتالي بتلاقيها ايه؟ بنلاقيها اوفر اكتيف، هي اكتر واحده عندها نشاط اللي هي الحته النوديول دي كده هوت. طب في حته تانية بنلاقيها ايه؟ بنلاقيها وورم، وورم يعني دافيه اللي هي بتلاقيها اكتيف بس، تمام كده. طب في حته بنلاقيها كولد اللي هي اساسا ما خدتش ايودين خالص، يبقى دي اساسا اندر اكتيف، يعني هي اساسا الجزئيه من النوديول دي مش شغاله، تمام كده. يبقى احنا بنعمل ثايرويد سكان عن طريق ان انا بديله راديو اكتيف ايه؟ ايودين. طيب بعد كده بعمل له فاين نيدل اسبيريشن سايتولوجي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عايز اخد عينه عن طريق ابره، هعمل اسبيريشن، هسحب عينه عن طريق الابره، فاين نيدل ايه اسبيريشن سايتولوجي، عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا هعمل بالبيتيشن للنديول واسحب العينه، يعني همسك النديول كده اعمل لها بالبيتيشن واسحب العينه بالسترنج او بالنيدل، او استخدم الالترا ساوند. لو انتوا فاكرين قلناها في الراديولوجي بنستخدم الالترا ساوند عشان نشوف النيدل اسبيريشن، او ممكن هو ده بيكون ايه الادق. طيب احنا دلوقتي عايز اعمل له الترا ساوند، يعني انا شفت الثايرويد سكان وعملت فاين نيدل اسبيريشن، عايز اعمل الترا ساوند، عايز اعمل له ايه؟ سونار. فهشوف اقيم فيها ايه الحجم والشكل والحجم وطبيعه النوديول دي، هل النوديول دي بالسونار سوليد ولا سيستك، هل هي ناشفه كده النوديوله دي ولا سيستك هي جواها شويه فلويد كده وحاجات. طيب ده اول حاجه عايزين نشوفها بالالترا ساوند. تاني حاجه اعرف هل في انلارجد ليمف نود ولا لا، تمام كده. يبقى هو دي كان الترتيب الصح اللي احنا هنشوف الهيستوري وبعد كده اعمل له اكزامينيشن وبعد كده اطلب منه اللاب ايفالويشن، اعمل لي شويه تحاليل وبعد كده هطلب منه الالترا ساوند اللي انا اشوف بيه حجم والايه والطبيعه بتاعه النوديول، واعمل ايه انلارجمنت تحديد للانلارجد ليمف نود، هل عندي انلارجد ليمف نود زي السيرفايكال ليمف نود ولا لا. وبعد كده اعمل ثايرويد سكان زي ما احنا عرفنا اللي اشوف النوديول اكتيفيتي، وبعد كده اعمل فاين نيدل ايه اسبيريشن، واخر حاجه السيرجيكال بايوبسي. يعني ايه سيرجيكال بايوبسي؟ هنعرف اللي هي بنسميها هيستوباثولوجيكال اكزامينيشن. انا خلاص دخلت وهعمل عمليه هشيل للعيان النوديوله دي، وبعد كده لما اخرجها هاخد منها عينه واعمل لها هيستوباثولوجيكال اكزامينيشن، اختبار هيستوباثولوجيكال عشان اعرف هل هشوفها تحت الميكروسكوب واختبرها واشوفها جروسلي وكل حاجه عشان اعرف هي كانت عباره عن ايه، تمام. وده اكتر حاجه دقيقه، لكن طبعا بتبقى ساعات ما بنستعملهاش طبعا لو احنا عايزين حاجه سريعه.
طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف، احنا اتكلمنا عن كل ده ازاي شخصه. انا دلوقتي عايزه اعرف ايه هي الكومن كوزز اوف ثايرويد نوديول، ايه هي الاسباب الشائعه كده عشان يحصل عند المريض ده ثايرويد نوديول. اول حاجه هنعرف ان احنا عندنا حاجه اسمها سوليتري ثايرويد نوديول. سوليتري ثايرويد نوديول ممكن تبقى منها نون نيوبلاستيك زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو، اللي هي نون نيوبلاستيك اللي هي نسبتها اكبر كمان 65%، وفي منها نيوبلاستيك اللي هي نسبتها 35%. فانا هعرف النون نيوبلاستيك هو ده على فكره اعاده نفس المحاضره، فاحنا ايه هنمشيه بسرعه. اهم جزئيه كانت اللي هي اول صفحه، يعني اللي مستعجل ممكن يسمع اول صفحه بس، والباقي هتبقى نفس المحاضره الثانيه بالظبط از تز، يعني في بس جملتين زياده انا معلمه عليهم. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على النون نيوبلاستيك 65% والنيوبلاستيك 35%. النون نيوبلاستيك ممكن تكون ايه؟ جويتر. فاكرين الجويتر اللي هي انلارجد في الايه؟ انلارجد في ثايرويد جلاند، اللي هي هنتكلم عن النوع الثاني منها اللي هي كان دوميننت نوديول اوف نوديولار جويتر او كولويد نوديول جويتر، اللي هي كانت نسبتها 60%، ده رقم واحد. تمام كده. ممكن اكلمكم على نوعين في الثايرويدايتس. كان الثايرويدايتس هناك كنا بنقول عليها 3 انواع، لا انا هنا يهمني يعني 2 بس، 2 ثايرويدايتس، هاشيموتو ثايرويدايتس وسب اكيوت ثايرويدايتس او اللي بنسميها ايه جرانيولو الثايرويدايتس. تمام. يبقى النون نيوبلاستيك هم ثلاثه، اللي هي النودولار جويتر والهاشيموتو ثايرويدايتس وسب اكيوت ثايرويدايتس. طيب بالنسبه للنيوبلاستيك، النيوبلاستيك 35%، في منها حميد بيناين وفي منها خبيث مالجنت. البيناين من 20 ل 35%، لكن المالجنت من 5 ل 10%. طيب البيناين اللي هي الفولكيولار ادينوما اللي احنا قتلناها بحثا وكلاما اصلا المره اللي فاتت، اللي هي بيبقى عباره عن بيناين تيومر طالع في الفوليكل بتاعه الايه ثايرويد جلاند. طيب بعد كده المالجنت اللي هي 5 ل 10%، اول واحد واهم واحد اللي هو ذا موست كومن اللي هو بابيلاري كارسينوما 85%، وبعد كده فوليكيولار كارسينوما من 5 ل 15%، وبعد كده ميدالاري كارسينوما 5%، وبعد كده انابلاستيك اندفرنشيتد كارسينوما اقل من 5%. طب عشان احنا مش هنتكلم عن ميدالاري كارسينوما، كنت عايز اقول لكم اللي هي بتبقى عباره عن ما بين الفوليكلز بيبقى في حاجه اسمها ايه بارا فوليكيولار سيلز او بنسميها سي سيلز، دي بتفرز لي كالسيتونين، وهيحصل هنا تيومر. فدي من المنطقه اللي بنسميها ايه؟ بنسميها الميدالاري كارسينوما، دي منطقه الميدال، يبقى دي بنسميها الميدالاري كارسينوما اللي هي اللي هي بتكون حوالي 5%. الانابلاستيك او اندفرنشيتد كارسينوما برده مش هنقول عنها حاجه خالص في التوتوريال، لكن احنا لازم نبقى عارفين اللي هي عباره عن انابلاستيك سيلز، ودي اكتر حاجه اجريسيف وبتادي للعيان اللي هو يموت، بتكون اقل من 5%. اللي هتكلم عنها ايه دلوقتي؟ هتكلم عن فوليكولار ادينوما والبابيلاري كارسينوما والفوليكولار كارسينوما، وهتكلم عن الايه النوع الثاني من الجويتر، وهتكلم عن الهاشيموتو ثايرويدايتس بس. وبشيء من التفصيل يعني ايه يعني سريعا كده ايه ابريفيشن جدا للموضوع. طيب احنا دلوقتي اول حاجه هتكلم عنها الايه النيوبلاستيك، النيوبلاستيك سوليتري ثايرويد نوديول. اول حاجه هتكلم عنها البيناين تيومر. اول حاجه في البيناين تيومر بنسميها فوليكولار ادينوما. الفوليكولار ادينوما زي ما قلت لكم هي عباره عن بيناين تيومر طالع في الفوليكلز بتاعه مين؟ بتاعه ثايرويد جلاند. طيب هي بتكون سولاتري ماس، يعني هي ماس وحيده موجوده في الثايرويد جلاند. هنقرا الكلام وبعد كده اوري لكم على الصور هنا. تمام. اول حاجه هي سولاتري ماس، ماس ايه؟ ماس وحيده. تمام كده موجوده عندنا، بيكون عندها مالتيبل هيستولوجيكال فاريانس، يعني انا لو خدتها تحت الميكروسكوب ما بلاقيش الفوليكلز كلها شبه واحد، وانما في منها 5 اشكال للفوليكل. انت متخيلين؟ هنقولها دلوقتي في الميكروسكوبيك بيكتشر. طيب هو بيقول لي اونلي سمول بروبورشن، يعني كميه صغيره بس هي اللي ممكن تنتج لي ثايرويد هرمون وتعمل لي هايبر ثايرويدزم. هل ده معناه ان اللي هو الفوليكولار ادينوما هتعمل لي هايبر ثايرويدزم بشكل دائم؟ لا، ده نسبه صغيره من الايه من الفوليكولار ادينوما هي اللي بتعمل لي هايبر ثايرويدزم، لكن ممكن ما يحصلش عادي. طب هل هي بتتحول مالجنسي؟ اه. طب لكن نادرا، يعني هي انا ما قلتش ما نفتش اللي هي ما بتتحولش، لا هي بتتحول لكن ايه رير، نادرا جدا. طيب ايه هي الجروس بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر؟ احنا دلوقتي عايزه اتكلمكم على الجروس بيكتشر. الشكل بيبقى عباره عن ازاي؟ تعالى نجيب الصوره واحنا بنقرا. هي بتكون سوليتري واحده. تمام كده، ثانيه نغير اللون عشان تكون باينه. هي بتكون سوليتري واحده، بتكون سفيريكال مدوره زي ما انتم شايفين، بتكون انكابسوليتد حواليها كبسول، اهي نفس الكلام اهي انكابسوليتد، بتكون بتضغط او بتكون ديماركيتد، عندها ايه شاربلي ديماركيتد، يعني قادره احددها زي ما انتم شايفين اهو شاربلي ديماركيتد، وبتكون سراوندنج، هي بتضغط على السراوندنج ايه سراوندنج تشو، شايفين هي ضغط على الثايرويد جلاند اللي حواليها بس. يبقى هي بتكون سوليتري سفيريكال انكابسوليتد، بتكون شاربلي ديماركيتد، هي طبيعي انكابسوليتد شاربلي ديماركيتد عشان هي بيناين اصلا، فهي دي حاجه طبيعيه اصلا. يبقى هي سوليتري وسفيريكال وانكابسوليت شاربلي ديماركيتد وكمبريس الاثر ايه السراوندنج جلاند اللي حواليه. ده احنا كده اتكلمنا على الجروس. طب انا عايزه اتكلم على الميكروسكوبيك. عايزه اعرفكم حاجه، ان الميكروسكوبيك بيكون عندها فاريوس هيستولوجيكال سب تايبس، يعني عندها مايكروسكوبيك بيكتشر كتيره جدا، منقسمه على اساس ايه؟ على اساس تكوين الفوليكل دي، شايفين الايه الخلايا الفوليكل، وعلى اساس الكولويد اتكون جواها ولا لا، يبقى نقسمها على اساس الفورميشن اوف ذا فوليكل وكمان الكولويد كونتنت. طيب احنا دلوقتي بنقسمها ازاي؟ سيبنا من التقسيمه دي عشان نفتكر التقسيمه بتاعه الباثولوجي اللي هي في المحاضره الثانيه. كنا انا مسكماه في حروف ايه سفيهه. تمام. السي اللي هي
كولويد. الكولويد اللي هي كنا بنسميها اللي هي بتبقى عباره عن كبيره جدا، الفوليكيولر كبيره جدا ومليانه بالكولويد، فبالتالي كنا بنسميها اللي هي تاني اسم ماكرو فوليكيولر عشان كانت كبيره، ماكرو كبيره. الاف اللي هي الفيتال، الفيتال هي كانت اصغر منها شويه في الحجم لكن كانت ويل ديفلوبد عادي ومليانه بالكولويد، دي كان بنسميها مايكرو. طب الاي امبريونال اللي هي كانت عباره عن ابورتيف فوليكلز، الفوليكلز حتى مش قادره تتكون، بتكون صغيره جدا في الحجم. طب الاتش اللي هي بنسميها هارسل سيل كارسنوما، مش كارسنوما سوري، هارسل سيل ادينوما، اللي هي بتبقى عباره عن ايه، اللي هي بتبقى نادرا اساسا تحصل، بتبقى عباره عن الفوليكل موجوده وبتكون متبعتر فيها ايه، هي بتكون لايند ايه الفوليكل دي بحاجات خلايا كده متبعتره، بتكون عباره عن هارسل سيل. هارسل سيل دي بتكون عباره عن ايزينوفيليك وجرانيولر في الذات ايه، في الذات نفسها. وقلنا الهارسل سيل دي بتكون موجوده فين؟ ها حد فاكر؟ في الهاشيموتو، في الهاشيموتو ثايرويدايتس. طيب والايه اللي هي الاتيبيكال، الاتيبيكال اللي هي فيها ايه بوليمورفيزم، ايه الفوليكلز فيها بوليمورفيك قوي وشكلها مش مظبوط. يبقى دولت الايه الخمس اشكال. يعني انتوا احنا بنلاقي الخمس اشكال دول بنلاقيهم تحت الميكروسكوب في حاله الفوليكولار ادينوما، بتكون شاربلي ديماركيتد فروم ذا كومبريسد سراوندينج ثايرويد. يعني احنا دلوقتي حواليها كومبريسد سراوندينج ثايرويد، بتلاقيها ايه شاربلي ديماركيتد حتى تحت الميكروسكوب، بيعيدها تاني اللي هي شاربلي ديماركيتد عشان هي اساسا بيناين، فبنلاقيها تحت ايه بالرغم من الكومبريسد سراوندينج ايه ثايرويد اللي حواليها. يعني لو جينا بصينا على الصوره دي كده، بصوا اي دي ايه، ادي التيومر بتاعنا اهو، وده النورمال فوليكل، شايفين البنك ده البنك كبسول اللي هي الحته دي بالظبط، ده البنك كبسول، شايفين هل هي حتى تحت الميكروسكوب شاربلي ديماركيتد اهي، تمام. الاهم حاجه دي النقطه، اول ما يجيب لنا الصوره دي لازم نفتكر ان هنا الحته دي نورمال فوليكل والحته دي اللي هي التيومر، وادي البنك كبسول، تمام كده، دي نفتكر على طول هي فوليكولار ادينوما. نفس الكلام ادي الكبسول وادي الحته التيومر بتاعتنا. يبقى احنا كده اتكلمنا على مين؟ فوليكولار ادينوما، واتكلمنا على الجروس والمايكروسكوبيك بيكتشر. دلوقتي هتكلم على المالجنت تيومر. المالجنت تيومر محتاج اعرف اتنين فيهم بس، وهما اللي قلت لكم ان هما بنسميهم ايه، اللي بنسميهم بابيلاري كارسنوما، بابيلاري كارسنوما والفوليكولار كارسنوما، بابيلاري كارسنوما وفوليكولار كارسنوما. نسمي بالله كده، اول حاجه هتكلم عنها البابيلاري كارسنوما. البابيلاري كارسنوما هو ذا موست كومن فورم اوف ثايرويد ايه كارسنوما، هو اكتر حاجه شائعه وبتحصل بسبب النيك اكس راي. ايه هو الامبورتنت ريسك فاكتور؟ اللي هو النيك اكس راي، تمام. يعني لو واحد اتعرض لنيك اكس راي بيكون اكتر واحد بيجيله بابيلاري كارسنوما. طب جروسلي بتكون شكلها عباره عن عامل ازاي؟ هتكلم بعد كده اوريكم الصوره. هي بتكون سوليتري اور مالتي فوكال، يعني احنا لو بصينا على الجلاند كده ممكن نلاقيها لوحدها او ممكن نلاقيها مالتيبل ليجنز كده موجوده فين؟ موجوده في الثايرويد جلاند. طيب بعض التيومرز بنقسمها، بعض التيومرز ممكن نلاقيها ويل سيركمسكرايبد سوري اند ايفن ايه اند ايفن انكابسوليتد، يعني بنلاقيها ويل سيركمسكرايبد وانكابسوليتد. طب والبعض الاخر لا، بلاقيها عامله انفيلتريشن الادجيسنت برينكما وال ديفايند، مش قادره احددها، تمام. انفيلتريشن الادجيسنت برينكما وال ديفايند، والبعض بلاقيه انكابسوليتد وويل سيركمسكرايب، يبقى حبه كده وحبه كده على حساس التيومر، تمام كده. طيب الليجن مي كونتين اريا من الفايبروزس، هلاقي في اريا من الفايبروزس والكالسيفيكيشن والسيستك، يعني السيست بقت موجوده. هي اساسا نعرف ان البابيلاري بتكون سيستك، يعني ايه سيستك؟ يعني ميمبرين وجواها شويه فلويد، فبالتالي ما بتكونش مصمطه، بتكون سيستك. وبنلاقي ايه السيستك دي بدا يحصل فيها كالسيفيكيشن وفايبروزس، فايبروزس وايه كالسيفيكيشن، دي كالسيوم وايه وتترسب. طيب لو خدت فيها كات سيرفيس بنلاقي فيها بابيلاري فوكاي، ودي اكتر حته مهمه في الدايجنوز. بابيلاري فوكاي اللي انا بص الصوره دي بالظبط كده، شايفين البابيلي هي بتبقى عباره عن سيستك زي ما قلت لكم، يعني هي ما بتكونش مصمطه وانما سيستك، بنلاقي فيها فايبروزس وكالسيفيكيشن، ونلاقي في بابيلاري فوكاي، ودي اكتر حاجه تبين لي اللي هي ايه بتكون بابيلاري كارسنوما. شايفين البابيلي ظاهره فيها ازاي؟ واحنا عرفنا ليه ممكن نلاقيها سولاتري مالتي فوكال، وعرفنا اللي بعضها ممكن نلاقيها ورسن بريسكرايبد وانكابسوليتد، وفي منها انفيلتريشن البارينكما وال ديفايند مورجنز. طيب بالنسبه للمايكروسكوبيك بيكتشر، المايكروسكوبيك بيكتشر هي اول حاجه هكلمها عنها اللي هي عباره عن كومبلكس بابيلي، او بنسميها برانشينج بابيلي. دي بتبقى عباره عن ايه؟ احنا عارفين اي بابيلي بيتكون من كور وكفر. الكور بيبقى عباره عن فايبرو فاسكولار كور، بيبقى عباره عن ايه؟ فايبرو فاسكولار كور، يعني كور بيبقى ماشي فايبرس وايه بلاد فيزلز. طيب بنلاقي في حاجه مهمه جدا اسمها سمومه بادز. اسمها ايه يا جماعه؟ سمومه فين؟ ثانيه بس عشان اجيبها لكم. اسمها سمومه بادز اهي، ادي سمومه بادز. السمومه بادز دي بتبقى عباره عن كالسيفايد لاميليتد ستراكشر، يعني هي عباره عن ستراكشر كده بتكون لاميليتد، عباره عن ايه طبقات كده من الكالسيفيكيشن. يبقى هي في عباره عن فايبرو فاسكولار، وبنلاقي فيها ايه سمومه بادز. طيب هنتكلم على الكفر، الكفر ده ممكن نلاقيه طبقه واحده، ممكن نلاقيه مالتي بلاير من ايه، من المالجنانت، من المالجنانت كيوبويدال ابيثيليوم. هي عندنا كيوبويدال ابيثيليوم لكن مالجنانت. طب انا لو خدت خليه من الخلايا بتاعه الايه بتاعه البابيلي دي، وبدات ابص على النوكلاي بتاعتها، ودي اكتر حاجه مهمة. يعني الدكتوره مأكده بتقول لنا ايه الدايجنوز تشخيص البابيلاري كارسنوما بيكون على اساس النيوكليار فيتشر، ودي كلمه السر فيها النيوكليار. لما يقول لي البابيلاري كارسنوما نيوكليار فيتشرز بتاعتها مهمه جدا، اول حاجه لازم ابقى فاكراها اللي هي بنلاقي الخليه النيوكلياس بتاعه الخليه دي فاضيه، ماشي؟ يعني ايه؟ يعني كلير،
كلير اور امتي ابيرنس، بنلاقيها جراوند جلاس، بلاقيها اورفان اني اي نيوكليوي. عارفين اللي هي بتاعت كان في كرتون اسمه اني اللي هو بيبقى عليه عين، عين اورفان، عين اللي هو اللي هو عرفان اللي هو بنسميه اليتيم، يعني عين اليتيم اني اللي هو نيوكليوي نيوكليب تكون شبه العين اليتيم اني بالظبط، شبه الصوره دي. الكرتون ده شايفين عينيه عامل ازاي؟ هي بتبقى كده، شايف شايفينها بيضه ازاي؟ بتبقى كده اول حاجه. طيب بعد كده بنلاقي فيها ايه، ممكن نبدا يخش فيها دي الجمله زياده بالنسبه للايه للمحاضره الثانيه باثولوجي. يعني بنلاقي فيه انفاجينيشن كده من السيتوبلازم، يعني السيتوبلازم بتاع الخليه بيبدا يحصل له انفاجينيشن، واحنا هنا عندنا النيوكليوس، فالانفاجينيشن دي بتخش جوه النيوكليوس بتعمل لي انترا نيوكليير انكلوجن او بنسميها سودو انكلوجن. بيفكر ان في انكلوجن جوه النيوكليوس مع انها ما حصلش، ده نتيجه الانفاجينيشن حصل من السيتوبلازم، بنسميها ايه سودو انكلوجن او بنسميها انترا نيوكليير جوه النيوكليوس ايه انكلوجنز. تمام كده. طيب انا كنت سكماها او سمعتها من عرب ميديسين يعني عشان خاطر صدق المعلومه، اللي هي بيكون بنسميها بابي اند مومي. تمام. ادوبت يعني ايه تبنوا ايه اورفان اني اي نيوكليوي او اورفان اني. بابي اللي هو بابيلاري ايه بابيلاري كارسنوما، ومامي مومي اللي هو سموما بودز، وادوبت الاورفان اني اللي هي متصفه اللي هي عندها اورفان اني نيو ايه اي نيوكليوي. والجمله دي عشان نفتكر بيها الحاجات المهمه او الحاجات اللي سبيسيفيك ليها قوي. طيب يبقى احنا عرفنا اللي هو بيكون النيوكليوس ممكن نلاقيه كلير امتي او جراوند جلاس او اورفان اني اي نيوكليوي، والثلاثه اسماء ممكن مهمين يجونا في الامتحان. وممكن يحصل اللي هو بنلاقي فيها انترا نيوكليير انكلوجن او بنسميها سودو انكلوجن اللي هو بنلاقي انكلوجنز كاذبه، هي مش نتيجه حاجه في النيوكليوس وانما هو نتيجه الانفاجينيشن اللي حصل من السيتوبلازم. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على الليمفاتيك انفيجن، الوحيده دلوقتي معانا اللي بتعمل الليمفاتيك انفيجن ومهمه، والدكتور قالت ممكن تيجي سؤال ام سي كيو، اللي هي بنسميها بابيلاري كارسنوما. بابيلاري كارسنوما بتعمل الليمفاتيك انفيجن، هي بتودي فين؟ بتعمل انفيجن الليمفاتيك فيزلز، لكن البلاد فيزلز بتكون ريليتيفلي انكومن مش شائعه خالص. يبقى هي بتكون بتمشي في الليمفاتيك فيزلز وتروح للليمفاتيك نود، بتعمل ادجيسنت ايه ميتاستاز الادجيسنت سيرفايكال ليمف نود، ادجيسنت سيرفايكال ليمف نود. تمام كده. في معظم نص الحالات اللي بتكون موجوده عندنا اللي عندهم بابيلاري كارسنوما بيعمل الليمفاتيك ايه الليمفاتيك انفيجن، وكمان تعمل ادجيسنت تروح للادجيسنت او ميتاستاز الادجيسنت سيرفايكال ليمف نود. طيب اوريكم بس الصور دي كده بالنسبه لي زي ما قلت لكم الجروث بيكتشر اهي، هي بتكون شايفيها اهم حاجه فيها البابيلري، شايفين البابيلي، وبتكون سيستك زي ما قلنا، بتكون ممكن تكون سولاتري ممكن تكون ايه مالتيبل. تمام كده. بس وفي منها الويل سيركمسكرايبد وفي منها الانفلتريتد زي ما احنا شايفين، بس ده اللي يهمني في الجروس. لكن لو جينا بصينا تحت الميكروسكوب، تحت الميكروسكوب دي عباره عن البابيلي اهي، لكن انا واخده فيها البابيلي دي كات سيكشن، لكن دي لونجتيدنال سيكشن بالطول. ثانيه نغير اللون عشان يبان، دي كات سيكشن ودي لونجتيدنال سيكشن بالطول. ادي الخلايا بتكون مرصوصه اهي. تمام. اهم حاجه في الخلايا النيوكليوي بتاعتها. تمام. النيوكليوي اللي هي اني اللي هو بنسميها اورفان اني نيوكليوي. تمام. طيب مين دي؟ دي اللي هي بنسميها السموما بادز، السموما بادز الموجوده في الفايبرو فاسكولار في الموجوده في الفايبرو فاسكولار كور. السموما بادز اللي هي عباره عن لاميليتد اللي هي بنسميها كالسفايد لاميليتد ستراكشر. تمام. دي بس اللي هي عباره عن ايه بابيلاري كارسنوما راحت للليمف نود ميتاستاز، يعني هنا الليمف نود الطبيعيه، هنا حصل ايه بابيلاري كارسنوما، شايفين عاملين شكل البابيلي بالظبط اهو، بابيلاري كارسنوما راحت ايه عملت لي ميتاستاز للليمف نود، يعني هنا كانت ليمف نود اصلا، دي النورمال ودي الايه الحته الميتاستاز. احنا كده خلصنا البابيلاري كارسنوما. طيب بعد كده هتكلم عن فوليكولار كارسنوما، ودي اسهل بكتير جدا. اهم حاجه في الفوليكولار كارسنوما والدكتوره مأكد عليها الكابسيولر اند فاسكولار انفيجن، كابسيولر اند فاسكولار انفيجن، يعني بالرغم من الفوليكولار كارسنوما هل هي مالجنت لكن بلاقيها انكابسوليتد، لكن هي بتكسر الكبسول وتعمل لي انفيجن للكبسول وكمان انفيجن للفاسكولار، بنسميها كبسول للفيزلز اللي هو بلاد فيزلز اللي حواليه، بنسميها ايه كابسولر اند فاسكولار انفيجن، ودي ساين من الماليجنسي ومهمه جدا والدكتوره اكدت عليه. طب احنا دلوقتي الفوليكولار كارسنوما هي بتبقى عباره عن سكند موست كومن، لكن لو سالنا مين هو الموست كومن ثايرويد كارسنوما يجي على طول موست كومن بابيلاري. طب سكند موست كومن؟ لا الفوليكولار كارسنوما. طيب هي بتكون شكلها عباره عن عامل ازاي؟ نجيبها بالصوره، هي بنلاقيها سوليتري وحيده، بنلاقيها ويل سيركمسكرايب، بنلاقيها انكابسوليتد زي ما انتم شايفين اهو، شايفين اهي ادي ويل سيركمسكرايب وانكابسوليتد. لو خدتي فيها كات سيكشن بنلاقيها لونها جراي شويه لتان لبينك، يعني هي بصوا تاني اللي هو ذهبي شويه اللي هو جريش لتان لبينك. بنلاقي فيها فايبروزس اند فوكال كالسيفيكيشن، فايبروزس وفوكال ايه فوكال كالسيفيكيشن، حتت بيضه هي اللي هي الفوكال كالسيفيكيشن اللي احنا شايفينها دي
او فوكال كالسيفيكيشن يعني الحته البيضه دي بالظبط. طيب تمام. التيومر الجمله دي بس اللي زياده عن عن المحاضره. التيومر بتكون عندها لايت تان ابييرنس. لايت تان ابييرنس اللي هي بيكون شكلها ده بالظبط اللي هو لايت تان اللي هو لونها الذهبي الفاتح ده. تمام. يبقى احنا عرفنا اول حاجه اللي هي سوليتري بتكون شبه عندي شبه نفس الصفات جدا البي 9 شبه الايه الفوليكولار ادينوما جدا. اصلا بنلاقيها ايه؟ بنلاقيها سوليتري, بنلاقيها ويل سيركمسكرايب, بنلاقيها انكابسوليتد, بتكون جريش تو تان تو بينك ان كلر. لو خدت فيها كات سيكشن بنلاقي عندها فايبروزس اند كالسيفيكيشن. تمام. التيومر بنلاقيه ايه؟ لايت تان ابييرنس. طيب دلوقتي تحت الميكروسكوب لو جينا بصينا عليه بنلاقي التيومر بيكون ايه؟ بيكون لي سمول فوليكلز. سمول فوليكلز, فوليكل صغيره او ترابيكيولي او شيتس. يبقى هو بيكون لي لا فوليكلز لا ترابيكيولي او ايه او شيتس. تمام. بيتكون من ايه؟ من يونيفورم ماليجنان سيل, يعني خلايا ماليجنان سيل يونيفورم. الفوليكلز دي بتكون بتحتوي على كولويد, يعني طبيعي اي فوليكل بيكون جواه كولويد. طيب هو بيقول لي الفوليكلز دي لو هي كونت لي فوليكلز فالفوليكلز دي بنلاقيها جواه كولويد بالرغم من التبطينه او التكوينه بتاعتها كانت ماليجنان سيل. تمام كده. طيب هل هي عندها نيوكليير فيتشر بتاعه البابيلاري كارسنوما؟ لا, النيوكليير فيتشرز بتاعه البابيلاري كارسنوما خاصه بالبابيلاري كارسنوما فهي مش موجوده هنا. طيب ايه هي الدايجنوستيك كلو؟ ايه هي مفتاح التشخيص للفوليكولار كارسنوما زي ما الدكتوره قالت؟ وهي ايه هي الساين بتاعه المالجنسي اللي هي تعمل لي كابسولر اند فاسكولار انفيجن. كابسولر اند فاسكولار ايه؟ انفيجن. تعمل لي انفيجن للكبسول وكمان البلاد فيزلز. هي بنجر تي, هي بتعمل نجر تي لميتاستاز للايه للبلاد سبريد, ودي ام سي كيو. يبقى لو ممكن يجي يسالني ايه هو اللي بيعمل ميتاستاز للبلاد سبريد فنيجي على طول في بالي اللي هي الفوليكولار كارسنوما. لكن مين اللي بتعمل للليمفاتيك سبريد؟ الليمفاتيك سبريد ده بابيلاري كارسنوما. طب تعالوا نبص على الصوره هنا بالظبط. ده عباره عن ايه؟ ادي الكبسوله اهو شايفين هنا, دي كان عباره عن التيومر اهو, ده موجود هنا شايفين بدا يعمل ازاي انفاجينيشن اهو. لو انتوا شايفين بدا يعمل لي انفاجينيشن تعمل لي كبسولار انفيجن. طب لو الصوره دي, الصوره دي عباره عن بلاد فيزلز اهي, ادي البلاد فيزلز, ادي البلاد فيزلز. البلاد فيزلز بدا يظهر فيها هنا ايه؟ شايفين الحتت دي؟ الحتت دي بالظبط دي بتبقى عباره عن بدا يحصل فيها ميتاستاسيس او انفيجن للايه للفاسكولار كمان لو فوليكولار كارسنوما. طب لو جينا بصينا هنا, هنا لو جينا بصينا فيها شايفين دي ايه؟ ده ادي الفوليكلز اهي, بدا يكون لي فوليكلز وشيتس وترابيكيولي. تمام. طيب ايه هي النقط الغامقه دي؟ الدكتوره قالت عليها مايتوزس, والمايتوزس دي بتبقى عباره عن ساين, جود ساين فور ايه؟ فور مالجنسي. اكتر اشاره لو لقينا فيها مايتوزس بالشكل الكتير ده اللي هو الحتت البنفسجي دي, دي بتكون اكتر اشاره اللي هو الشخص ده عنده مالجنسي تيومر, ده هيقلب بالمالجنسي جامد. طيب احنا دلوقتي اخر موضوع هتكلم عنه ان شاء الله اللي هو بنسميه نون نيوبلاستيك سوليتري ثايرويد نيديول. نون نيوبلاستيك سوليتري ثايرويد نيديول ده بيبقى عباره عن عامل ازاي؟ ده بيبقى فيه منه جويتر وفي منه الهاشيموتو ثايرويدايتس. جويتر وهاشيموتو ثايرويدايتس. الجويتر ده بيبقى عباره عن اللي هو عباره عن انلارجمنت حصل في الثايرويد جلاند. طب ليه حصل؟ احنا دلوقتي لما يقل عندي تي 3 وتي 4 قلت, فالتي اس اتش ما بتاخدش بالها, هي عايزه تصنع تي 3 وتي 4 حتى بالرغم من الثايرويد بايظه ما بتفهمش, بتفضل تطلع تي اس اتش. فالتي اس اتش تروح للثايرويد جلاند الاموره وتقول لها لو سمحتي طلعي لي, فهي مش بتطلع, بتبدا يحصل هايبر تروفي وهايبر بليزيا للفوليكولار ابيثيليوم بتاعتها فتبدا تكبر في الحجم. فاحنا عارفين الجويتر بيحصل انلارجمنت للثايرويد جلاند. هل هو بسبب انفلاميشن؟ هل هو بسبب النيوبلاست؟ لا, هو نون انفلاماتوري اند نون نيوبلاستيك. ده بيحصل هايب, بيحصل بسبب ايه؟ هايبرتروفي هايبر بليزيا الفوليكولار ابيثيليوم زي ما انا لسه قايله. طيب ايه هو النوع بتاعه اللي هتكلم وحيد عنه هنا في التوتوريال؟ ان هو النوع الثاني اللي هو بنسميه مالتي نوديولار جويتر او بنسميه نوديولار كولويد جويتر. كان في نوع قبل منه اللي بنسميه ايه؟ بنسميه سمبل جويتر اللي هو نون توكسيك جويتر, ما مش يخصني خالص في التوتوريال النهارده. اللي هتكلم عنه مالتي نوديولار جويتر او بنسميه نوديولار كولويد جويتر. ده بيبقى تعريفه عباره عن ايه؟ احنا دلوقتي بيبقى عندنا نقص ايودين جدا, فاحنا عارفين ان ايودين مهم ليه عندي؟ عشان هو اللي بيستخدمه في تصنيع مين؟ في تصنيع الثايرويد هرمون. فمعنى ان ايودين قل الثايرويد هرمون قل, فانا دلوقتي بقلل الايودين بيحصل عندي ايودين ديفيشنسي او بقلل عندي الايودين, وبعد شويه بعمل له كوركشن وازود الايودين, فبالتالي بيبدا يحصل عندي لما اقلل الايودين بيحصل عندي جويتر, وبعد كده اخلي الجويتر يخف, وبعد كده ارجع تاني اعمل جويتر, وبعد كده يخف, وبعد كده ارجع اعمله. فده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي ريبيتد سايكلز دي من الاستيميوليشن, بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي ديفيوز جويتر كتير, فبتبدا تخلي من كتر اللي بيحصل ده يخلي رابتشر يحصل للفوليكلز. الفوليكلز ما عادتش متحمله اللي هو شويه جويتر وشويه لا, شويه جويتر وشويه لا, فبالتالي الفوليكلز هتبدا ايه؟ رابتشر تفرقع ويحصل فيها هيموريدج وسكار وكالسيفيكيشن. يعني هيموريدج وسكار وايه؟ وكالسيفيكيشن. طيب لو جينا بصينا على الجروس بيكتشر, الجروس بيكتشر بتاعت المالتي نوديولر من اسمها مالتي نوديولر جويتر, فبالتالي لما اجي ابص عليها هلاقيها اسيمتريكال انلارجد. يعني ايه؟ الجلاند الناحيه دي مش هتكبر زي الناحيه دي, يعني هنا مثلا صغيره لكن هنا كبرت جدا.
ده رقم واحد. رقم اتنين، لو جيت بصيت على الاوتر سيرفس هلاقيه مالتي نودولار او ريجولار نودولارتي. مالتي نودولار او ريجولار نودولارتي يعني هو كان عنده نديول كتيره كده من بره شكلها كده، اور برومينانت نديول يعني هو ممكن يكون عنده نديول برومينانت دائمه كده. طب لو خدت فيها كات سيرفس، لو خدت كات سيرفس في الثايرويد جلاند دي هلاقي عندها الريجولار برضه نديولز لكن جواها الكولويد، الكولويد بتاعها لونه براون جيلاتينس كولويد. ممكن يجي يسالنا سؤال، مين اللي كان عندها براون جيلاتينس كولويد؟ نفتكر على طول المالتي نودولار اللي كانت مليانه بالنديولز الكتيره كان جواها البراون براون نودولار براون جيلاتينس كولويد. تمام، كان في طبعا فايبروزس وكالسيفيكيشن وهيموريدج وسيستيك، يعني هي كانت عباره عن سيستس كده، النديولز دي كانت عباره عن سيستس وحصل فيها هيموريدج وكالسيفيكيشن وفايبروزس. عارفين هيموريدج ليه؟ عشان احنا عرفنا ان هنا في البروسلي اللي هو في التعريف اللي هو كان ممكن بيحصل رابتشر للفوليكلز وبيحصل لها هيموريدج، فكان بنلاقي فيه هيموريدج وفايبروزس وكالسيفيكيشن وسيستيك تشينجز. يبقى احنا لو جينا اتكلمنا وبصينا على الصوره كده بالظبط، هي هنا الحته دي يعني ما حصلهاش كبرت زي الحته دي، يبقى سيمتريكال انلارج، ده رقم واحد. لو جيت بصيت على الاوتر سيرفيس زي ما انتم شايفين عنده ايه، نودولاريتي regular nodularity او بنسميها multi nodular، وفي حتة بنلاقي فيها prominent nodule زي ما احنا شايفين كده. طيب لو خدت فيها cut surface بلاقيها بتبقى عندها ايه، عندها nodules، شايفين nodules اهي، عندها ايه الفوليكلز فيها او النوديولز فيها الريجولار نوديولز، عندها الريجولار نوديولز مليانه بحاجه بني، البني ده عباره عن ايه براون جيلاتينس كولايد اللي متخصصه في مين، في المالتي نوديولار جويتر. طيب بلاقي فيها كمان في فايبروز، شايفين التليف اللي حاصل ده، في فايبروزس، بلاقي فيه كالسيفيكيشن، بلاقي حته الغامقه اللي هي بتبقى عباره عن هيموريد، بلاقي فيه كونت لي حته فيها سيست زي شايفين السيستز اللي هي بتبقى حته مفرغه. طيب لو جينا بصينا على الميكروسكوبيك بيكتشر، فالميكروسكوبيك بيكتشر اسهل مما يكون، اللي هي بتبقى عباره عن ايه الميكروسكوبيك بيكتشر، هي بتبقى عباره عن مالتيبل نديولز. يعني ايه الكلام ده؟ بتبقى عباره عن النديولز دي بتكون عديده، بتكون حجمها مختلف، بيكون مليانه بفوليكلز. يعني انا هقول لكم من خيالي، يعني احنا دلوقتي عندنا ايه، عندنا نديولز هي بتكون اشكالها مختلفه، بتكون مفصوله بفايبر سيبتا، عشان احنا عارفين اللي هو بيكون فيها فايبروزس فبالتالي مفصوله بفايبر سيبتا. النديولز دي بيكون جواها، بيكون اشكالها طبعا مختلف، بيكون جواها فوليكلز، الفوليكلز دي بتكون اشكالها مختلفه. لو جينا بصينا على الفوليكل بنلاقيها مليانه جدا بالكولويد، وبنلاقي الابيثيليوم المتبطنه بيه بنسميه فلات ابيثيليوم. طيب وبلاقي كمان في هيموريدج ونكروزز وكالسيفيكيشن، هيموريدج ونكروزز وكالسيفيكيشن وفلوكيولار هايبربليزيا، بس هو ده الميكروسكوبيك بالظبط. يبقى هي عندها مالتيبل نديولز، المالتيبل نديولز دي ما بينها فايبر سيبتا. تمام، طيب انا خدت النديولز دي وهتكلم عنها، همسك واحده من النديولز، احنا عندنا ايه النديولز كتيره مفصوله بفايبر سيب، فايبر سيبتا، همسك واحده من النديولز دي. النديولز دي هلاقيها جوه منها فاريبل سايز اند شيب ثايرويد فوليكلز، مليانه ثايرويد فوليكلز شكلها ايه، شكل مختلف، والحجم الحجم والشكل مختلفين من الثايرويد فوليكلز. همسك الفوليكل دي وابدا اشوفها، هلاقيها من جواها ديبلي ستيند بالكولويد ومتبطنه بايه، بفلات ابيثيليوم زي ما انا قلت. بنلاقي فيه فقاعي من الهيموريد، بنلاقي فيه كالسيفيكيشن، بنلاقي فوليكولار هايبربليزيا، يعني الفوليكلز ما عدتش على عددها، لا حصل فيها هايبربليزيا. طب ليه؟ عشان احنا عارفين الجويتر بيحصل اساسا فيه هايبربليزيا عند هايبرتروفي للفوليكولار ابيثيليوم، فهو طبيعي يحصل فوليكولار هايبربليزيا وهنلاقي فيه هيموريدج وكالسيفيكيشن. اوكي تمام، اهي ادي شايفين الفايبر سيبتا ما بين النوديولز، ولو مسكنا ادي ايه، شايفين ادي كده النوديولز هي ما بينها فايبر سيبتا. تمام، وبتقسمها لايه، النوديولز كل النوديولز جوه منها فقاعي بنسميها الفوليكلز، والفوليكلز عرفناها بقى واتكلمنا عنها. تمام، ادي خلصنا الجويتر. طيب اخر نوع ان شاء الله هتكلم عنه اللي بنسميه هاشيموتو ثايرويدايتس. الهاشيموتو ثايرويدايتس هي حاجه جميله جدا، هاشيموتو يعني هتموت الثايرويد جلاند، فعن طريق ايه، اوتو اميون ديستراكشن للثايرويد جلاند. يعني هي بتعمل جراديوال ثايرويد فيلر، يعني فشل للثايرويد بشكل تدريجي. اللي بيحصل بسبب ايه، بسبب الاوتو اميون ديستراكشن، يعني تدمير للثايرويد الاوتو بيحصل عن طريق الاوتو اميون ديستراكشن اللي هو انتي بودي مثلا بتروح تدمر الثايرويد جلاند. بيحصل عن طريق تي هيلبر، التي هيلبر بتروح تعملي تحفيز لي اكتيفيت التي سايت توكسيك، وانت عارفين التي سايت توكسيك يعني بتبدا تعمل لي سايت توكسيك للخلايا، بتبدا تموت لي الخلايا. طيب والبي بتعمل لي اكتيفيشن للبي لمفصايت اللي هي بتبدا تطلع لي الانتي بودي اللي هي تروح تهاجم مين، الثايرويد جلاند او ثايرويد فوليكلز. المهم بتعمل لي ايه، ديستراكشن. كانت عكس واحده تانية كنا قايلينها في المحاضره، ارجعوا عرفوها، كانت في منها اللي هي الانتي بودي بتعمل لي ستيميوليشن. ها روحوا شوفوها كده وارجعوا ايه راجعوها عشان ممكن يجي سؤال في الامتحان. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف الجروس بيكتشر. الجروس بيكتشر بيبقى عباره عن عامل ازاي، بيبقى عباره عن ديفيوز اند سيمتريك انلارجمنت. يعني ايه الكلام ده، يعني هي بتبقى عباره عن كوبري كده في الناحيتين، بيكون ديفيوز ماسك الجلاند كلها وبيكون سيمتريك، يعني الناحيه دي شبه الناحيه دي بالظبط. ده رقم واحد، ده في الهاشيموتو ثايرويدايتس. لو خدت فيها كات سكشن بنلاقي يلوش جراي اند فيرم. ليه الكلام ده، كنت قلت ان هو احنا عندنا ليمفوسايتس، ليمفوسايتس بتبدا لما اخد فيها كات سكشن بنلاقيها لونها ابيض، بنلاقيها لونها مسفر كده، ابيض مسفر اللي هو يلوش جراي، يلوش جراي، وبنلاقيها طبعا الليمف نود شبه الليمف نود بالظبط، بنلاقيها يلوش جراي وبنلاقيها كمان فيرم ان كونسيستنسي، يبقى يلوش جراي اند فيرم.
الجمله دي زياده عن المحاضره اللي احنا بنقول في معظم الحالات الانلارجمنت بيكون مالتي نوديولر اند مي ايفن تشو 1 اور 2 دوميننت نوديول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو بعض الحالات ممكن ايه مالتي نوديولر. المالتي نوديولر دي كانت موجوده فين؟ كانت موجوده في الجويتر. طب ايه اللي جابها هنا؟ لا هو قال لي في بعض الحالات ممكن نلاقيها مالتي نوديولر زي الصوره كده بالظبط، ممكن نلاقيها مالتي نوديولر فيها نوديولز بتبين لي واحده او اتنين دوميننت نوديولز، يعني في دوميننت نوديولز كده واحده او اتنين. اهي ادي شكل بالظبط الايه الهاشيموتو سايروديتس. اوكي طيب دلوقتي لو جيت اتكلمك على الميكروسكوبيك، الميكروسكوبيك احنا عارفين دلوقتي حصل فيه الليمفوسايت، احنا دلوقتي عندنا اوتو اميون اساسا، فبالتالي هيحصل انفلتريشن للبارينكما بمين؟ بليمفوسايتس وبلازما سيلز. اوكي الليمفوسايتس وبلازما سيلز دخلت عملت لي انفلتريشن، هتعمل لي هتكون لي ايه؟ هتكون لي ليمفويد فوليكل. ادي الليمفويد فوليكل جوه منها اكتيف جيرمينال سنتر، هي بتكون عندها بتكون ابيض شويه او فاتحه شويه عن الايه الليمفويد فوليكل بقيه الليمفويد فوليكل. الثايرويد فوليكل هلاقيها صغيره في الحجم، هل الثايرويد فوليكل هلاقيها في حجمها الطبيعي؟ لا انتوا شايفين بدات تصغر عن الحجم كتير، اهي شايفين شكلها ايه بدا يصغر جدا. طيب هلاقي حصل ديستورتد، هلاقي ثايرويد فوليكل بتكون ايه متبطنه بديستورتد ديستورتد اباندنت ايزينوفيليك جرانيولار سايتوبلازم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي متبطنه بخلايا متفرقه شكلها بيبقى عباره عن ايه مليانه بايزينوفيليك سايتوبلازم، السايتوبلازم بتاعها محمر وكمان عندها جرانيولار بتكون ايه بتكون محببه. بنسميها ايه الخلايا دي؟ بنسميها هارسل سيلز. وانها مره الهارسل اتش مع الهاشيموتو مع الهاشيموتو سايروديتس. تمام الهارسل سيل او بنسميها اونكوسايت. ما ننساش طبعا الانترستيشال ايه انترستيشال تيشو بنلاقي فيه شويه فايبروزس، خلاص بنلاقي فيه شويه فايبروزس. اوكي يبقى احنا كده اتكلمنا في منها ايه نون نيوبلاستيك وفي منها نيوبلاستيك وعرفناهم، وهو يعتبر شبه المحاضره. يا رب تكونوا استفدتوا، ولو حد عنده اي مشكله يا ريت تبعتولي.